يقول السائل: التمسح بالكعبة والتبرك بها والتعلق عند باب الكعبة، هل ذلك مشروع أم غير مشروع؟ لم يشرع لنا إلا مسح الركن اليماني ومسح الحجر الأسود وتقبيله أو الإشارة إليه، هذا المشروع لنا. وأما بقية الكعبة فلا يشرع مسحها أو التمسح بها. ولما كان معاوية رضي الله عنه يطوف بالبيت ويستلم الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له معاوية: ليس شيئا من البيت، ليس شيء من البيت مهجورا. قال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما استلم الركن اليماني والحجر الأسود فقط، ولم يستلم الركنين الشامي والعراقي. فقال معاوية: صدقت. فلما قال له هذا صدقه ورجع إلى السنة، والحمد لله. وهذا الذي يجب على المسلم، أنه إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها. فلا يمسح من البيت إلا الركنين، الركن اليماني والركن الحجر الأسود. هذا هو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحه. نعم.